الآن ماذا يعني أن يكون المرء يعني مفكرا في عالم قد لا يصل فيه صوت المفكر أو المثقف كما ينبغي أن يصل؟ فكرت كثير في هذه المسألة ووصلت إلى قناعة قد لا تكون مرضية. يعني مش مرضية لناس كتير بيعملوا بالفكر، يعني إنه ليه أنا كراجل بشتغل في الفكر بعتبر نفسي من فصيلة مختلفة عن أي مواطن بيشتغل في أي مهنة. كل مهنة في مجتمعاتنا إذا أخلصت للمهنة ففي مجتمع لا يحترم الإخلاص تتعرض للمتاعب. يعني لا يحتاج الأمر أنك تكون مفكر وتطرح أفكار جريئة زي ما قلت عشان تعلم المتاعب. إذا كنت موظف أمين فأنت تتعرض للمتاعب، لكن لأنه في مساحة الثقافة ينظر للمفكر باعتباره فصيل خاص من البشر. لا، أنا بعتقد وده ليس تواضعا مني أنه آن الأوان أن احنا نعتبر أن الفكر مهنة وأن مهنة تتساوى مع المهن الأخرى بمقدار معين، بمقدار إخلاصك للمهنة ولقواعد المهنة. يعني كيف تجيد مهنتك؟ الفكر مهنة لها أصول ولها قواعد، وإن المفكر مواطن، وإنه إذا تعرض لمضايقات وإذا تعرض لمتاعب لأنه أمين وحقيقي مع فيجب نفسه. أن ينظر إلى هذه ينظر إلى 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 المتاعب يتعرض لها في إطار المتاعب العامة التي يتعرض لها المواطنين. نعم، واخد بالك؟ يعني في زميل لي مرة قال لي عبارة لا أنساها أبدا، إنه يعني في إطار يعني إلحاح بعض الأصدقاء لماذا لا تعود إلى مصر، فقلت أنا محتاج لاعتذار، فزميلي رد بعبارة لا أنساها، من قال لك الاعتذار؟ قال لي إذا كل المواطنين يحتاجوا الاعتذار. الله، وفعلا أدركت طبعا لماذا أنا الذي أحتاج الاعتذار. المواطنين اللي اتحرقوا في القطارات، المواطنين اللي غرقوا في العبارات، المواطن الأمين الذي يتعرض للاضطهاد لا شيء إلا لأنه أمين لا يريد أن يكون مرتشي، واخد بالك؟ مواطن مفتقد الحرية هنا للعدالة المواطن. للمساواة. أنا شأني شأن كل المواطنين، يعني لو أن المجتمع ده بيعتمد على المواطنة وعلى قيم المواطنة لم أكن أتعرض لما تعرضت له. ألا تعتقد دكتور أنه المثقف، خلينا نسميه النهضوي التنويري، المثقف النقدي الآن يعني بيعيش حالة من الغربي أو نوع من الغربي من الأسئلة؟ ما في شك بس رغم هذا التواضع يعني، أو رغم لا هذا لا لا اليقين ما في شك فيه، ولكن إنه يعني أنت في واد والعالم في واد آخر. إحنا في مجتمعاتنا واخد بالك النقد ينظر إليه شزرا والعقل ينظر إليه شزرا. وأمل تنقل له قصيدة جميلة جدا جدا في حكاية العقل التائه، إنما ده بشكل عام برضه. يعني بمعنى إيه؟ بمعنى إنه هل هناك مثقف يمكن أن يسمى مثقف ويكون غير نقدي؟ هل يكون هناك، هل ممكن أن يوجد مفكر أو تفكير دون أن يكون أهم سلاح له النقد؟ يعني إذا تخيلنا مثقف غير نقدي فإحنا بنسلخ عنه صفة الثقافة. نعم، بالضبط كما أن المواطن غير القادر على أنه يرى الخطأ والصواب في المجتمع، واخد بالك؟ يعني في شكوك في مواطنيته. نعم، العقلية النقدية جزء من الهوية الإنسانية، إذا افتقدت معها يعني عناصر كثيرة جدا من الهوية، لأنه مجتمعات سلطوية، مجتمعات أبوية، مجتمعات قبلية. كيف تتخيل انه في هذه المجتمعات، في المجتمعات القبلية تكون قيمة الدفاع عن القبيلة اهم من قيمة الدفاع عن صواب الفكرة؟ واحنا عندنا للاسف الشديد يعني هذه القبلية الفكرية. يعني اذا 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 يصعب جدا انك تجد حد ينتقد موقف الثقافة العربية من الثقافات الأخرى، ينتقدوا بشكل يعني إيه، ما ليس هناك مجاملة، في مجاملة، كلنا منخرطين في مسألة الاستعمار والهجوم وتعرضنا للإذلال وتعرضنا لإيه وإيه وإيه، كما لو كنا نحن أبرياء.